يقول الله عز وجل في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. نحن شهداء نعرضنا، مفهوم؟ نحن شهداء نعرضنا، خلوا الشهداء خلونا على جنب. انتم موجودين ونحن موجودين، وعندكم لسان يحكي وعندنا لسان يحكي، خلوا الشهداء على جنب. الشهداء لهم كرامتهم، لهم احترامهم.